محمد، بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب اللعبه دي. ليه ده؟ اللعبه دي عباره عن دلالين، انت طبعا هتقولي على اسم بلد مثلا او عاصمه بلد معينه او اي حاجه، عرفت يبقى انا كسبت، ما عرفتش يبقى البالونه دي تتفرقع على دماغك ان شاء الله. اوكي، هي لعبه ذكاء في السريع. اوكي، يلا بينا. يلا بينا. يلا بسرعة، اللعبة دي على ذكاء. أنا قلت لك اهو، بلد بحرف الطاء. واحد، طنطا. لا تمام، يلا انت خد. واحد، اثنين، ثلاثة. عاصمة اليمن صنعاء. بعده يلا بابا. بلد بحرف الراء. روما. مين؟ روما. كله مكسب، ما فيش خسارة ولا ايه؟ هاتي بس قلت ايه اللي بتعصبني بقى. يخرب بيهكوا. عاصمة فرنسا. فرقة كورة بحرف الميم. ما اتفقناش على كده؟ ما اتفقناش على كده؟ ها يلا. أنا مواليد كام؟ ربيت. ساعدوني. فيلم كان فيه محمد هنيدي ومحمد فؤاد واحمد السقا. محمد مين؟ محمد هنيدي ومحمد فؤاد واحمد السقا. اسماعيل رايح جاي. تمام. مش قادر اقوم. ميلادي امتى ومواليد سنه كام؟ 12/6/88. اللي بعده. انا بقيت عامله زي الفرق خد. هاتي لو سمحت، الدبوس في شغل، ده شغل، ده مش شغل. انا اللي غلطان. ها؟ انا معلوماتي في الطين. ماتش الزمالك اخر ماتش. الله يخرب بيتك. الزمالك كسب كام؟ الاسئله الصعبه دي. مش لعبه خلاص. يلا. مش لعبه. يلا 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 يلا. عيد ميلاد ساندرا انت. عيد ميلاد مين؟ ساندرا مين؟ اخر واحد. عيد ميلاد انا امتى؟ عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد انا. وما هزرتش.